قحم. صباح الفل وبداية أسبوع موفقة عليكم الكل. صباح الطاقة، الحظوظ الكبيرة والمفاجآت المبروكة ترافق كل واحد فيكم. Good morning. والبداية مع الحمل قفزة نوعية في حياته، وبداية إن شاء الله باش تكون متميزة عنوانها نجاح، ونحبك تحضر روحك للمناسبات السعيدة. الثور رد بالك، لا تناقش ولا تعارض، وخلي عيشك الأمر يستراح شوية، هوني نحكيه عاطفيا. وكان على البداية جديدة راهي من نصيب برج الجوزاء، ونتيجة مبدئيا راهي مرضية. ونصيحة دقيقة حظ للسلطان سي سرطان، خليك موضوعي تعلم تناقش اللي خلفك الراي، وعلى قريب زيدة تحقق تفوق مهني، ممكن ينعم عنده منصب جديد. وكان حكينا على المنصب الجديد، يعني فما الفلوس فما زيدة في الشهرية، وما هوش وحده، حتى إمبراطور السعادة برج الأسد يحقق انتصار مهني، وأحداث مبروكة باش تكون من نصيبه. إنعم هو صبر مكتوب، صبر ونلت تعيش استقرار بينك وبين الحبيب، وقرار يخص العلاقة في القريب العاجل. العذراء يحقق انتصار ونجاح مهني، وعلى قريب فما باب رزق جديد وزيادة الخير تنور حياتك. نتعدي ونحن للميزان، أسبوع الأخبار الحلوة والمفاجآت اللي ما تستناش، وكيف كيف زيد الفترة هذه تحكي على اتصال، تحكي على تليفون من إنسان غاب عليك مديدة. حتى برج العقرب الفترة هذه تحكي على وعود مهنية، وتحكي زيدة على اتصالات ومبلغ مالي مهم، إن شاء الله يا ربي يكون على قريب. القوس كان حابب تنجح وتتفوق، ما نحبكش كيف كيف زيدة تقف عند الأمنيات، حاول تسعى لتنفيذها وتحقيقها، إن شاء الله يا ربي يكون على قريب. ومولود اليوم من برج الجدي المعروف عليه عنده نجاح وتحقيق الأمل. ادلو موعد غرام جديد، فما استقرار، فما حب زيدة للبعض ممكن، كيف كيف زيدة ممكن باش تعيش، هو فما تغيير، نعم تغيير نظرة صديق قديم، تتجدد معاه الأمل والأحلام وتعيشوا علاقة حب ما كيفاش. ونختموا مع الحوت، أبواب السعادة تتحل والحظوظ المهنية إن شاء الله يا ربي راهي تستنى فيك.